واحد بيقول انا بحب بنت مش من ديني وانا ولد عمري 17 سنة. اعقل اعقل، انت لسه عيل وما تقدرش العلاقة دي توصل لنتيجة. يعني الحب الذي يسبق الزواج بحيث يكون حب طاهر ممكن، زي حب يعقوب لرحيل، لكن هذا عمره 17 سنة، الحب بتاعه بيعمل به ايه؟ لا هو يقدر يتجوز ولا يقدر يفتح بيت ولا يقدر يجيب عفش ولا يقدر يجيب شرط. يعني كمان لو حب واحد من غير دينه ما يقدرش يتجوز الا لو غير دينه. فخليك عاقل، والدنيا مليانة بنات، يعني ما لقيتش غير البنت دي. ثم يعني السنة الحب اللي فيه حب مرافق لكن مش حب اصيل، يعني ما تقعدش تفكر فيها كتير، ما تحاولش انك انت تقابلها وتقعد معاها، ما تنشغلش بيها في فكرك، وقول لما اكبر واقدر افتح بيت واصرف على نفسي وعلى بيت ابقى اتجوز واتجوز واحدة من ديني.